إما أنا ستختلف هكذا خلاص يكون على اليمين تمام. فإذا كان أنت ستصب على نفسك فيكون على اليسار جهة اليسار. فهمت؟ واضح؟ إذا كان تغترف فيكون على اليمين، وإذا كان تصب فيكون على اليسار. الموالاة، الموالاة، فهمتم؟ الموالاة بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. ما معنى اعتدال الهواء والمزاج والزمان؟ الهواء يعني يقصد أن الهواء ليس حار، الهواء ليس في هواء عاصفة، لأن العاصفة ستجعل الماء يجف بسرعة. والمزاج يعني أنت لست شديد، لست حارا ولست باردا. بعض الناس طبعه حار وبعض الناس طبعه بارد، فالعبرة بالاعتدال المزاج والزمان. ليس في، إذا كان في شدة الصيف فإن الماء سينشف بسرعة، وإذا كان في البرد فإن الماء لن يجف بسرعة. فالعبرة بالاعتدال، الهواء والمزاج والزمان، بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول. وحتى العضو الواحد أليس نغسل الوجه ثلاث مرات؟ الغسلة الأولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة لا يكون بينهما موالاة، وبين غسل العضو وغسل العضو الآخر يكون بينهما موالاة. فالموالاة مطلوبة بين الأعضاء وبين الغسلات للعضو الواحد. فهمتم؟ ألا يلطم وجهه بالماء، إذا أراد أن يطلق نعمل هكذا، لا من فوق. أن يتوقع الرشاشة، عندما يتوضأ يحاول أن يتوقع الرشاش، الماء الذي يسقط لا يصيب مثلا رجليه، لأن بعد ذلك سيغسل رجليه، لأن الماء الذي ينفصل ماء موس تعمل سيقع هنا وقد يلامس رجليه. إذا لامس رجليه أنت بعد لا تدريها كيف تغسل رجليك. فالأفضل أن تتوقع، تحاول أن تجلس في مكان لا يناله رشاش، يعني هكذا مثلا. الرشاش أين سيقع؟ هنا. زين، يعني الرشاش أنا توقيته وقع هنا. طيب، ترك الاستعانة في الصب إلى لعذرة، لا أجل أحد يصب علي لكي أخذ الأجر كاملا، لا أقول لفلان يا فلان امسك صب علي. الاستعانة في الصب ليست مكروهة، لكنها خلاف. لماذا؟ لكي تأخذ أجر كامل. إلا إذا أنت لا تستطيع أو لا تتقن الوضوء إلا بالصب، لا بد أحد يصب عليك. خلاص تمام. شوف انزل في التعليق، شوف كيفها، شوف الاستعانة مباحة إحضار الماء للمتوضئ، خلاف الأولى صب الماء عليه، مكروهة في غسل أعضائه. يعني سأجعل شخص يغسل أعضائي، اغسل، مكروهة أنت أغسل أعضائك بنفسك لكي تأخذ أجر. واجب إذا كان عاجزا، أنا عاجز أريد، لا، في الاستعانة يجب علي أن أستعين بشخص يأتي لي الماء لكي أتوضأ لكي أصلي. أيوة. ترك التنشيف، يكره التنشيف إلا إذا كان يخاف من المرض، شدة البرد، يخاف من الزكام، يخاف الماء بارد قد يأتي بزكام إنفلونزا، صح؟ أو أنه توضأ وسيخرج وفي هواء بارد، أو أنه توضأ والمكيف شغال قد يتعرض إلى المكيف بعدين يمرض، في هذه الحالة ينشف لا بأس. تمام؟ ترك الزيادة على الثلاث. نعم، رسول الله عندما توضأ قال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد ساء أو ظلم. فقال الذي يزيد يسيء في الوضوء، لأن هذا وضوء رسول الله خلاص ثلاث مرات، والذي ينقص عن الثلاث ظلم نفسه بحرمانه الأجر، صح؟ فمن زاد أو نقص فقد ساء أو ظلم. فهمت؟ رسول الله يقول هكذا، ألا ينقص ماء وضوءه عن مد. المد تقريبا نصف هذا أو أكثر من النصف، هكذا بملء الكف. فكان رسول الله يكفيه الوضوء من هذا. فقال العلماء رسول الله جسده لين،
تمام؟ فيكفيه الماء القليل. ونحن قالوا لا. فإذا السنة ليس أن يكون الوضوء مد، ألا ينقص، ألا ينقص عن مد، وفي الغسل ألا ينقص عن صاع. فهمتم؟ استصحاب النية إلى آخر الوضوء، يعني هل عليك أن تستحضر نية الوضوء والطهارة من أول الوضوء إلى آخره، واستصحبه، استصحب النية إيش؟ أيوة. واستصحب النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدوم حتى بلغت آخره حست الثواب كاملا. هذا الوضوء يسن دائما كما قلنا، اجعل دائما حالتك أنك متوضئ، إلا إذا كان الشخص مريض في بطنه دائما سريع الانتقاض ويتعبه. نعم، بعض الناس سريع الانتقاض يمكن ينتقض وضوءه في اليوم 20 مرة، تمام، بسبب مرض في بطنه، مرض في عنده. ففي هذه الحالة هو معذور. فيستحب الوضوء لإرادة النوم، لا ينام إلا عن طهارة، تمام، ولقراءة القرآن، قراءة القرآن. أما مس القرآن فالوضوء واجب، حضور مجالس العلم والذكر مثل هذا المجلس، زيارة القبور، يسن البقاء على الطهارة دائما وتجديد الوضوء دائما، وكلما أحدث توضأ. هذه السنة، تمام، هذه سنة الوضوء التي نحن أخذناها. الآن أنا سأتوضأ أمامكم ونرى هل هذا الوضوء صح. نسينا أن نحسب عدد السنن، نحسبها أم لا نحسبها؟ كم عدد سنن الوضوء؟ نحسبها أم فقط خلاص نتوضأ؟ ها؟ طب ارجع ارجع هنا، ها؟ ايوه شوفها، يلا نحسب واحده واحده. ها، التلفظ بنية سنن الوضوء واحد، التسميه والتعود واحد واثنين، تمام، الدعاء، هل نحسب الدعاء ولا نحسب الادعيه؟ لا نحسب الادعيه، تمام. طيب السواك، انظروا، السواك سنه، وكونه بالاراك اثنين، وملذ بالماء ثلاثه، وكونه باليد اليمنى كم؟ اربعه، أربعة، تمام؟ إيه. بعدين غسل الكفين سنة إلى الكوعين، غسل الكفين سنة إلى الكوعين، غسل الكفين سنة، وكونهما إلى الكوعين سنة أخرى. الذي يغسل كفيه فقط يعمل جزء من السنة، فإذا غسل إلى الكوع عمل السنة كاملة. وغسلهما معا، غسلهما معا واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة. هذه أنا كم سأكررها، كم مرة؟ ثلاثة مرات، إذا ثلاثة في ثلاثة. طيب اللي بعد، بعد المضمضة والاستنشاق، أيوة ارفع، المضمضة والاستنشاق سنة، كم مرة سأتمضمض واستنشق؟ ثلاثة مرات. المضمضة سنة، وكونها باليد اليمنى، إذا اثنين. والاستنشاق سنة، وكونها باليد اليمنى، إذا كم إيه؟ اثنين. المضمضة والاستنشاق سنة بطريقة، ما هي الطريقة؟ طريقة الوصل هكذا، مضمضة استنشاق، مضمضة استنشاق، إذا المضمضة سنة والاستنشاق سنة، وكونك تعمل بهذه الطريقة هذه سنة أخرى، تمام؟ فلو مضمضة واستنشق بغير الطريقة المسنونة حصلت السنة، لكن عندما تستخدم الطريقة الفضلى هذه سنة أخرى. إذا هذه إيه؟ سنة واحد. طيب كم مرة سأتمضمض وأستنشق؟ ثلاث مرات في ثلاث، أليس كذلك؟ طيب المبالغة فيهما، ستبالغ هنا وتبالغ هنا، كم مرة؟ ثلاث مرات، تمام؟ يعني لو هذه
السبورة هنا لكان أفضل. طيب أيوة. ثم بعد ذلك إيش؟ الاستنثار. الاستنثار إخراج الماء، هذه سنة، وكونها باليد اليسرى. كم مرة؟ كم سنة؟ اثنين في ثلاثة. بس نكتب هذه هنا لكي إيه؟ السنن التي قبل إيه؟ قبل السنن التي قبل غسل إيه؟ الوجه. انظر، واحد 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 واثنين ثلاثة، ثلاثة وأربعة سبعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في ثلاثة ستة، واحد في ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في ثلاثة ستة. يلا نحسب، سبعة وتسعة ستة عشر، ستة اثنين وعشرين، وستة ثمانية وعشرين، وثلاثة واحد وثلاثين، وستة وستة ثلاثة وأربعين، سبعة وثلاثين، وستة ثلاثة وأربعون. إذا ثلاثة وأربعون سنة قبل غسل إيه؟ الوجه. شفت كيف؟ انظر. أنا عندما أنت لو اعتقدت، أنت لو دققت في هذه السنة ستعلم أن فعلا كل واحدة سنة، لا يعرف ذلك إلا العلماء طلبة العلم. فهم؟ لو أنا عملت هكذا، انظرها، لو أنا عملت هكذا، هل عملت السنة؟ نعم، سنة المضمضة، لكن لم تعمل السنة الأخرى، وهي أن كونها بيد الوصل مع الاستنشاق. أنا لو عملت هكذا، وصل الكفين هكذا، أقول أنت غسلت كفيك، لكن لم تغسل الكفين بالطريقة المسنونة. غسل الكفين سنة، وكونها بالطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة أخرى، أليس كذلك؟ السنة أنك تغسل هكذا. الاستنثار، لنفرض أنني عملت هكذا، أقول يا أخي أنت استنثرت صحيح، لكن فاتتك سنة، السنة باليد اليسرى. فهمت؟ فهمت ولا لا؟ فإذا هذه كل واحدة سنة. تمام؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ عرفتم؟ ننتقل لليه؟ للسنن التي بعد ذلك، انتبه. السنة التي في أثناء غسل الوجه، التلفظ بالنية سنة، واحد. أن يبدأ بالوجه من أعلى، واحد. أن يأخذ الماء بيديه جميعا، واحد. هذه أن يبدأ الوجه من أعلى سيكررها كم مرة؟ ثلاث مرات. إذا هذه في ثلاثة، وأن يأخذ الماء بيده هذه في ثلاثة. تعهد الموق، الموق كم مرة سيتعهده؟ ثلاث مرات. واللحاق كم مرة سيتعهده؟ ثلاث مرات. إذا هذه سنتين في ثلاثة. التعهد يكون بماذا؟ وهذا التعهد بالسبع. إذا هذه سنتين، السنتين في ثلاثة. لنفرض أن شخص تعهدهما بالخنصر، أقول له أنت عملت السنة ولكن فاتتك سنة، وهي أن تتعهدها بماذا؟ أنت لا تتعهدها بهذا. فهمت؟ يعني أنت دقيق في السنة لكي متابع. طيب، مسح الأذنين، كلما مر على وجهه سيمر على أذنين. كم مرة سيمر على الأذنين؟ ثلاثة. إذا واحد في ثلاثة. أيوة. إطالة الغرة، هذه سنة واحدة. الدلك، هذه سنة واحدة. إطالة الغرة والدلك هذه سنتين، سيكررها كم؟ هذه سنة، وهذه السنة سيكررها ثلاثة، لأنه سيثلث. نحن نتكلم على سنة الوضوء مع التثليث، مع التثليث. التخليل للحية سنة، والعارضين سنة، كم صار؟ سنتين. وكون هنا، وكون التخليل باليد اليمنى كم صار؟ ثلاثة. وكونه من أسفل كم صار؟ أربعة. هذه السنة سيكررها كم؟ ثلاث مرات. إذا أربعة في ثلاثة. إذا هذه السنن، السنن التي في أثناء غسل الوجه، أثناء غسل له الوجه. انظر، واحد، واحد في ثلاثة ثلاثة، يعني واحد وثلاثة أربعة،
هنا ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في ثلاثة ستة، واحد في ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، ثلاثة في أربعة نعم إن شاء الله أحسن، ثلاثة زائد أربعة زائد ثلاثة سبعة، وستة وستة وثلاثة 22، وستة 28، واثنى عشر 40 سنة في غسل الوجه. انظروا كيف غسل الوجه يأخذ شيء بسيط هكذا. أربعين سنة، يا الله سبحان الله. أنت أنوي هذا، إنما لكل امرئ، أنت نويت أن هذا الله يعطيك سنة، الله أكرم الأكرمين متفضل ويفرح أنك أنت تتسابق إلى متابعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أليس هو الذي أرسله؟ أليس هو الذي قال اتبعوا؟ تمام. وفي ذلك فليتنافس ولمثل هذا فليعمل حيا إلى النوم. في ناس يحثون الناس على المتابعة والجد والاجتهاد، وفي ناس يقولون هيا إلى النوم. أي السنن التي في أثناء غسل اليدين، ما هي السنن التي في أثناء غسل اليدين؟ ها، أن يبتدي اليدين بالكفين، هذه سنة واحد، هذه سنة واحد. وكلما غسلت يديك ستبدأ بالكفين. نحن ناس نبدأ غسل اليد واحدة، ثم بعدين هذا يكرر هنا اليد. كل السنة التي في غسل اليد اليمنى سيتكرر في غسل اليد اليسرى، أن يبتدأ من الكفين. التيامن سنة، تمام. الدلك سنة، التخليل سنة، وكونه بالتشبيك سنة أخرى، تمام؟ إطالة التحجيل سنة، تمام؟ تحريك الإصبع لو كان عنده إصبع، لا يفرض أن شخص عنده إصبع، هذه كلها أنت ستكررها كم مرة؟ ثلاثة، ثلاثة، حتى التيامن ثلاثة، لأنك أنت، تمام؟ ستغسل هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه. ثم الموالاة، الموالاة كذلك، لأنك ستوالي بين اليد والوجه، وتوالي بين الغسلة الأولى والغسلة الثانية والغسلة الثانية والغسلة موالاة، أليس كذلك؟ طيب هذه إذن كلها تتكرر، تمام؟ حتى التيامن، التيامن يتكرر، لأنك أنت قد تغسل اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى، وقد تغسل اليمنى ثلاثا وخلف بعض ثم بعد اليسرى ثلاثة خلف بعض. على العموم هذه اليمنى أحسن أن نجعلها هذه سنة واحدة، لأن الناس أكثرهم يغسلون هذه التيامن. أين التيامن؟ أنه مرة واحدة. السنة التي في أثناء غسل اليدين، واحد في ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ستة، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، هذه ستة وستة 12، وستة كم؟ 18، وثلاثة 28 في غسل يد واحدة، 28 يتكرر هذا في غسل ليه؟ في غسل ليه؟ اليد الأخرى، تمام؟ فيكون 28 كم؟ 56 سنة في غسل اليدين، تمام؟ إلا الخاتم، نعم الخاتم قد الغالب أن الخاتم يكون عند الشخص واحد، إذا نخصم ثلاثة فيكون هذه كم؟ 25، نخصم ثلاثة فيكون هذه كم؟ 53 سنة، لأن الخاتم يكون في اليد ليه؟ الخاتم تحريك الخاتم، أليس فيه تحريك خاتم قلنا؟ الغالب أنه في خاتم واحد، نعم مكروه عندنا أن الشخص يلبس خاتمين، فقط خاتم واحد. نعم 28 ليس 21، احسنت.
وهذه الآن ننقص ثلاثة فيكون كم؟ 18 فيكون المجموع كم؟ 39 إيه؟ سنة، أليس كذلك؟ أيوة وصل إليه. طيب أحسن اللي بعده. طيب ثم بعد ذلك إيش؟ هذا كل بدون الأدعية. الأدعية السلف الصالح يحبونها ويقولون أدعية الوضوء من معجلات الفتح، تجعل الفتح يأتي للإنسان بسرعة. أدعية الوضوء هذه من معجلات الفتح، فتح نور يعني يأتي وجد واجتهاد وولع وإقبال ببركة هذا أدعية الوضوء. أدعية الوضوء يؤتى بها في غير إليه وفي غير ماذا؟ الحمام. شوف ارجع أدعية الوضوء في مذكورة هنا عندك في التاريخ، ارجع كذلك قليلا، ارجع لا لا ايوه ايوه كذلك صفحة التي قبلها ايوه ها هنا ايوه هذه. انظر الأدعية التي تقال عند الوضوء جرى فيها خلاف بين العلماء، استحبها حجة الإسلام الإمام الغزالي والإمام الرافعي. الإمام النووي ذكرها في الأذكار، ذكر بعضها في الأذكار. استوجه الإمام الرملي وشيخ الإسلام الزكريا العمل بما ورد فيها، استوجه استحبابها كذلك في الغسل، يعني حتى في التيمم وفي الغسل تأتي بها هذه الأدعية. قال الإمام الأدرعي لا ينبغي ترك هذا الدعاء أدعية الوضوء وإن لم يثبت لها أصل. قول الإمام النووي في المنهاج أن هذه الأدعية لا أصل لها، أي في الصحة، ولكن يوجد أصل لها، لكن ليس لها أصل لها صحيح، ولكن فيه أصل لها وإن كان ضعيفا، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وإلا فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم طرق الضعيف في تاريخ ابن حبان وغيره، ومثله يعمل به في فضائل الأعمال. وقال الشيخ محمد بن سليمان الكردي في حاشيته على المنهاج القويم شرح مقدم الحضرمية لا خلاف بين الأئمة، إذا قيل الأئمة هو يقصد ابن حجر والرملي وزكريا، في الاستحباب الاتيان بهذه الأدعية. ومن يقول لا يعمل به يقول يؤتى به لكونه مناسبا للحال جليل الموقع، لكن لا يعتقد سنيته، يعني تعمل به لأنه مناسب. مناسب اللهم آتني كتاب، اللهم إني اللهم إيه اللهم آتني كتابي بيميني، اللهم إني أعوذ بك أن تأتي بكتابي بشمالي، اللهم اجعلني من الذين يستمعون قولك، اللهم أعني على كثرة كتابك وذكري، اللهم بيض وجهي بنورك، اللهم غشني برحمتك، اللهم ثبت قدمي على الصراط، اللهم إني أعوذ بك أن تنزل قدمي. دعاء مناسب. يقولون مثله عندما الإنسان يسعى بين الصفا وال، عندما يسعى بين الصفا والمروة يقولون مكتوب في الأدعية، يقول يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. قالوا هذا لم يرد عن رسول الله. قال مناسب، مناسب لأن الآن أنت في جبل الصفا وال، إذا هذا لأنه مناسب وفي وقته، وهذا كذلك يؤتى به. إذا فطلب الإتيان به لا خلاف، إنما الخلاف في هل يعتقد أنه سنة أم لا، لأنه في الحقيقة في النهاية هو ذكر، والذكر يؤتى به، ذكر الله أليس كذلك؟ نعم. فلذلك نحن يعني لا نشدد في هذه النقطة. من أتى به ما شاء الله، الذي لا يأتي به لا نقول أنت خالفت السلف أو لا. طيب أين وصلنا هنا؟ أثناء مسح الرأس، مسح جميع الرأس سنة، وبهذه الطريقة سنة أخرى، يضع إبهامي على صدغيه هذه سنة ثانية، يلصق السببتين ببعضهما سنة ثالثة، يبدأ المسح به من أوله سنة رابعة، يردهما إلى المؤخرة سنة خامسة، ويردهما إلى السنة خامسة. نعم خمس سنن في سنن مسح الرأس. مسح الرأس كم سيكرره؟ خمسة في ثلاثة. نعم هذا مسح الرأس. مذهب الجمهور أن رسول الله مسح رأسه كم مرة؟ مرة واحدة في الوضوء، مذهب الجمهور، المذاهب كلها إلا الشافعية. الشافعية عنده أن التثليث في كل شيء حتى في مسح الرأس. فهمت؟ أنت أعرف لأن قد تقرأ في الأحاديث رسول الله مسح مرة واحدة، هذا حديث؟ أقول نعم هذا حديث. الإمام الشافعي قال شو اسمه قاس التثليث على كل أفعال الوضوء. فهمت؟
لذلك قد أنت تمسح رأسك ثلاث مرات يأتي واحد ينكر عليكم بس خلاص مرة واحدة قل مرحبا نحن الشافعية عندنا الشافعي قاس التثليث على كل أعمال الوضوء تمام؟ إذا هذا كان فيها 15 سنة ومسح الأذنين ثلاثا ثلاثة زائد 15 يطلع كم؟ 18 سنة إذا في مسح الرأس كم سنة؟ 18 سنة طيب الذي بعده السنة بعد مسح الرأس مسح الأذنين كم مرة قلنا يمسح الأذنين؟ أيوه ارفع مسح الأذنين بأي كيفية سنة وبالكيفية التي قلناها سنة أخرى ثلاثة استقلالا يتضح أنها كم ست سنن ويكون بالمسبحة كم ستة تسعة ويمر إبهامين على ظاهرهما تسعة كم صار 12 والصماخين 15 والصماخين طيب واستظهارا كم صار 15 وثلاثة 18 ومسح الرقبة سنة ثلاثا كم صار 21 وكونهم باليد اليمنى كم صار 24 إذن هذه السنة التي بعد مسح الرأس بعد مسح الرأس كم صار 24 سنة طيب بقي الآن السنة التي فيها أثناء غسل الرجلين أيوة أثناء غسل الرجلين أن يبتدئ من الأصابع هذه سنة والدلك سنة أخرى تمام نكتبها هنا هذا يبتدئ من الأصابع سنة والدلك سنة إيه؟ أخرى التخليل التخليل سنة وكونه باليد اليسرى سنة ثانية وكونه من الخنصر إلى الخنصر سنة ثالثة إذا كان ثلاثة سنن تمام إطالة التحجيل سنة المبالغة في بعض غسل العقب سنة الموالاة سنة هذه كلها سيكررها كم مرة ثلاثة واحد اثنين خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية في ثلاثة 24 سنة في غسل رجل واحدة 24 و24 يطلع كم الرجلين كم 48 إذا المجموع كم مجموع السنن كم أين القلم الآخر مجموع السنن كم عندي ها مجموع السنن كم نبدأ من كم هذه ثلاثة و40 هذه كم 40 هذه 39 وهذه 18 وهذه 24 وهذه كم 48 وعاد باقي سنن انظر نكمل شق واحد اثنين أيوة الشرب والدعاء والكون رافع يديه اثنين ثلاثة وهذه أربعة خمسة خمسة هذه أيوة هذه كم وهذه كم أيوة امشي أيوة الأخير كم خمسة زائد 14 كم خمسة زائد 14 تقريبا يعني هي في الحقيقة زيادة احنا نعد ترى العدد سهل ولكن لو دققنا سيكون العدد أكثر يلا نحسب من منكم يشتغل في المحاسبة أو يدرس في المحاسبة ما في أحد كلكم شريعة ثلاثة وتسعة ثلاثة وتسعة وثمانية وأربعة وثمانية وتسعة واحد وأربعون كيف واحد وأربعون أنت واحد وأربعون خلاص واحد وأربعون طيب وأربعة 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 12 وثلاثة 15 واحد واثنين وأربعة 21 وواحد كيف 24 وبعدين 19 مرة أخرى ثلاثة وتسعة 12 وثمانية
12 و8 20 و4 24 و8 32 و9 41 4 و4 12 و3 15 و1 16 و2 18 و4 22 و1 23 كم عدد السنن؟ 231 سنة. تمام؟ تمام؟ 23 221. طيب 221 ما في أي مشكلة. أهم شيء أنها فوق 200. مرة عديناها 250، مرة عديناها كذا على حسب العدد. نحن لو دققنا في العدد لكن عشان الوقت. طيب هذه هي السنن. هذه السنن ما شاء الله تبارك الله. كيف فرق؟ فرق ما بين من يعبد الله بدون علم، فرق بين من يعبد الله بعلم. أنت الآن حتى عندما تتوضأ تحس أنك تعمل سنن، واجعل همتك عالية، انتبه يا نائم، اجعل همتك عالية، الله هو يطلع عليك، اجعل الصدق ينبت فيك، تعمل جميع السنن بدون أحد أن يراك. الناس لا فائدة فيهم الناس، الله هو الذي سينفعك، هو الذي يعطيك، هو الذي يحبوك، هو الذي يرزقك، هو الذي يعطيك الصحة والعافية والتوفيق. خلاص أعمل جميع السنن، تعمل جميع السنن، فهم؟ صدقك يحرك الملأ الأعلى، فهم؟ الملأ الأعلى، الملائكة كلها تتحرك، هذا رجل صادق مع الله، فهم؟ همة، سأحرك الكون، سأصلح الكون، سأصلح الناس، سأصلح بلدي، سأصلح عائلتي بالهمة، بالنية، فهم؟ قليلا قليلا، فهم؟ بصدق الإنسان يتحرك الملأ الأعلى كله، فأنت اجعل تكون صادق في عمل هذه السنن، فهم؟ وانوي نشرها، وانوي نفعها، وانوي الإخلاص فيها. يلا، من يستطيع أن يحسب؟ من عنده حاسبة بالجوال؟ كم دقيقة؟ ها؟ يلا، واحد يصب، تعال أنت صب، تعال أنت، تعال هنا هنا لكي ينظرون. أوه بعدين سيكون في اليوتيوب ولا؟ طيب سنعمل جميع السنة. إذا أنا نسيت أي سنة ذكروني، قد أنسى بشر. طيب يلا من الذي يبدأ؟ يلا قل بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أشرح ولا بدون شرح؟ ثلاث مرات ثم المضمضة والاستنشاق والاستنثار بسرعة. الأفضل مع الأدية، ولكن الأدية ستأخذ وقت، وأنا الآن فقط المقصود به الشرح. ثم نية ماذا؟ أبدأ من فوق الموك واللحاظ. أيوة قليلا 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 قليلا. طيب يلا نبدأ، هو الآن يصب علي، نبدأ من هنا بسرعة. من المتعود الصنبور يكون إيه؟ على طول. أيوة التخليل والتحجيل وليه والدلك، لو كان في خاتم حركنا. ايوه الان مسح ويرجع ومسح الاذنين. مسح الاذنين ثم حركوا ثلاث مرات، ثم غسل الرجلين. تمام، تعال هنا احسن.